السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة هنتكلم عن واحد من التطبيقات اللي بتسمح لي بيه الدفع على الإنترنت وأنظمة الدفع الإلكتروني، هو تطبيق ماي اتصالات. وزي ما احنا شايفين بيوفر عرض زي اللي شرحته قبل كده أنا فودافون، وهو إن أنت هتاخد 200 ميجا على كل صديق ليك هينزل التطبيق من خلالك. يعني لما تشارك اللينك الخاص بيك من ماي اتصالات، اللي هينزل التطبيق من خلالك هياخد 1 جيجا، وانت هتاخد عن كل واحد 200 ميجا. فيلا كل واحد يشارك اللينكات بتاعته في الكومنتات زي ما عملنا في تطبيق انا فودافون، وكل واحد كان بيشارك البرومو كود بتاعه، شاركوا في التعليقات اللينكات بتاعتكم عشان كل واحد ياخد 200 ميجا عن كل واحد بينزل التطبيق. او ممكن تشاركها مع اصدقائك واهلك في البيت، هتاخد 1 جيجا او 1000 ميجا انترنت. معروف طبعا ان شركة اتصالات ليها حجم عملاء كبير جدا في مصر، فيلا استفيدوا من العرض المجاني واكسب 1000 ميجا انترنت لما تنزل تطبيق ماي اتصالات. هضغط على ابدأ، وبعد كده ابعت واكسب، وهشارك اللينك بتاعي من خلال مثلا الماسنجر، او ان انت ممكن تاخده نسخ للحافظة، وممكن كمان نشاركه من خلال الماسنجر. انا هحط لكم اللينك بتاعي في الوصف، اللي حابب يشترك من خلاله وينزل التطبيق هياخد 1000 ميجا على طول. واروح هنا بقى لاقرب الناس ليا وابعت لهم اللينك دوت عشان ينزلوا التطبيق. بعد ما هو هينزل التطبيق انت هتاخد 200 ميجا، يعني انت محتاج 5 اشخاص ينزلوا التطبيق من خلالك عشان تاخد 1000 ميجا انترنت. طبعا التطبيق هو نفس فكرة انا فودافون، بيقدم كل خدمات الشحن وارسال الاموال. ممكن تشحن من خلال كارت او من خلال البطاقات البنكية، سواء بطاقة الائتمان او البطاقات الدفع المسبق. هنا بتدخل الكارت بتاعك، هنا هختار بطاقة الائتمان، وهنا بتختار قيم الرصيد اللي احنا شايفينها قدامنا دي، قيم رصيد. يعني انت عشان تشحن رصيد 15 جنيه، بعد الرسوم والضريبة هتدفع 21 جنيه، عشان تشحن 10 جنيه هتدفع 14 جنيه 29 قرش، وده طبعا ارخص لما تشحن من المحلات او السنترالات اللي هي موجودة في الشارع. يعني زي ما انت شايف هنا ارخص تقريبا بجنيه بالنسبة لقيمة العشرة جنيه رصيد. انت عشان تشحن رصيد 10 جنيه من المحل هتدفع 15 جنيه. لو انت عايز اي قيمة من القيم دي بتختار اخرى وبتدخل قيمة المبلغ، بس طبعا لازم يكون مضاعفات 10 15 هكذا. يعني من خلال الواجهة اللي قدامنا دي انت هتشحن لنفسك فقط. طب لو عايز تشحن للاخرين هتكتب اعادة شحن الاخرين، برضو هتختار القيمة وهتختار رقم الموبايل من قائمة الاتصالات بتاعتك، وتبحث عن الاسم اللي انت عايز تختاره. على سبيل المثال هختار الرقم دوت، نزل لي هنا، وبعد كده هختار القيمة اللي انا عايز اشحنها له واضغط تأكيد. بس طبعا لازم يكون الرقم 011، انا اخترت رقم 010 فهو رفض عملية الدفع، فاحنا هنرجع مرة تانية نكرر العملية ونختار رقم 011، وبعد كده هضغط القيمة اللي انا محتاجها وهضغط تأكيد. هيبدأ يحولني زي ما انا شايف كده على بوابة الدفع الالكتروني، واللي هستخدم من خلالها بطاقة الدفع المسبق الخاصة بيا او الديبت كارد. ببدأ ادخل رقم الكارت في المربع دوت، وبعد كده الشهر في المربع ده، والسنة بتاعة الانتهاء بتاعة البطاقة، والرقم السري اللي في ظهر البطاقة، وهنا بكتب اسمي على الكارت، بعد كده بضغط على ادفع. وبكده يكون احنا تعرفنا طريقة الشحن من خلال تطبيق ماي اتصالات. التطبيق كمان بيقدم خدمات كتير جدا، منها زي ما احنا شايفين تحويل الرصيد، ممكن من خلاله تحول رصيد لأي حد معاه رقم 011، ممكن كمان تستخدم من خلاله اتصالات كاش. لو انت عامل عليه المحفظة الالكترونية بتاعت شركة اتصالات هتقدر تتابع رصيد الاموال بتاعتك. بس زي ما انا شايف كده هنا الظاهر ان اتصالات كاش ليه تطبيق لوحده المفروض تنزله، يبقى ديت حاجة مختلفة عن تطبيق انا فودافون. انا فودافون في كل الخدمات في مكان واحد، في خدمات كتيرة شايفينها مع بعض، تقدر تتحكم في الموبايل انترنت، وكمان تقدر تغير نظامك، كمان بيقدم عروض يومية من خلال ان هو بيقدم لك هدايا يومية، كل يوم بيديك ميجا بايتس مجانا، او ان انت
تستخدم ميجا بايتس معينه على تطبيق مثلا زي التيك توك او واتساب. كل يوم بيكون فيه هديه مختلفه. كمان من خلال الواجهه الرئيسيه ديت بتقدر تتابع الرصيد بتاعك ومعاد تجديد الباقه. ده كان تطبيق النهارده ماي اتصالات، القينا عليه نظره سريعه. والعرض الاهم اللي هو انك هتاخد جيجا انترنت لما حد ينزل التطبيق من خلال الرابط بتاعك. يلا شاركوا الروابط بتاعتكم اسفل الفيديو. شكرا لكم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.